بالنسبه للاجلاء ما غنقدروش نقولوا حنايا ما مصلوحه شي 100% وما غاديش نقولوا مصلوحه في 100%. غير هو دابا الانسان ملي خصو يتكلم خصو يتكلم دائما يتكلم بواحد الطريقه اللي تكون موضوعيه. الشاطئ راه معروف، الشاطئ اجلاء معروف، الخلل اللي كيوقع في اجلاء راه معروف، اي واحد كيهضر عليه، راه ماشي شي حاجه اللي غريبه او لا شي حاجه اللي بعيده او كذا او كذا. يعني الخلل ملي كيكون كلشي كيهضر عليه، يعني كيكون معروف. كيجي مثلا واحد الصحفي بحال سيادكم نتوما ملي كتجيو كتسولوا، من حقكم نتوما كتسمى رسول طرابي عام ملي كتسولوا، في الساعه اللي كتسولونا حنا خصنا نجاوبكم بالقناعه، ما خصنيش نجاوبك وانا معصب او وهي معانا وحتى هي معانا جنود مجندين وراء جلاله الملك وعاش الملك. وهو ما عاملين هنا يقول سته طواليطات وهما كيسردوا اللي خربهم. علاش؟ ما كاين لا ما كاين لا طواليطات، ما كاين حتى شي حاجه. عاملين هذا الشيء هذا زعما غاخدها بان حنا خدمنا عملنا الطواليطات الرشاشات وهو غاتشفرت بالروح من كبير تان الصغير. والواقع هو هذا وحدك، ها التخريب كيديو، الحديد كيديو، اي حاجه. علاش هما عاملين هاد الشيء هذا؟ والنظافه دمروها، كيقول لك حنا كنحاربوا كنعملوا غير الكذوب. هاد الناس هادو هنايا مضرورين من النظافه وكيعملوا ما بغاو ودايرين ما بغاو في اي حاجه، وانت كتشوف كل شيء مضروب، الشواطئ كاز عاملين ما بغاو. كيتسمى حنا كنطلبوا من السلطات المحليه دير معنا شي حل وتشوف هاد الدراويش هادو ملي مضرورين، واش اخر كيهود يبحر واللي دوز النار ديالو هو والعائله ديالو وكيدوزوا عليه هنا بحال اللي سرقيناه. حنا مجرد مواطنين كتجينا الغيره على بلادنا. يعني الخلل مثلا في مثلا النفايات اللي كاينه على الشواطئ، مثلا الاهمال اللي كاين مثلا في المراقبه الشواطئ، لان الناس بزاف ديال الناس كيجيو كيتشكاو، بزاف الناس قدموا شكايه من هذا القبيل، وكاين شي حوايج هنايا اللي مشاو بعاد، وكاين شي حوايج عاود اللي كيوازيهم بانهم ما مشاوش بعاد. مثلا بعض الطرق اللي كاينين هنا كاين شي شوارع هنايا تزفتوا كاملين، ولكن عاود كاين شي شوارع هنايا مثلا الشارع اللي كيطلع من الخزان ديال اجلاء، هذاك الشارع ما مصلوحش. كنتمناو حنا كنطالب طالب هذا ماشي احتجاج، حنا هذا طالب واستعطافا وبكل احترام من رئاسه الجماعه انها توفر السطوله ديال النفايات هنا باش يتسنن هذا الشاطئ يكون نقي. وكنطلبوا عاود استعطافا كذلك عاود منهم انهم هاد الدروج مثلا من احسن يكونوا مصلوحين، يكونوا مزيانين، لانهم هما الوجه ديال الشاطئ. وكنتمنى عاود تم هذوك الناس ديال النظافه، هادو ما عندها حتى علاقه الجماعه، هادو الناس ديال النظافه فاش يدوزوا الشاحنه ديال النظافه، ملي يدوزوا الشاحنه ديال النظافه هادوك السطوله ما فيها باس يتغسلوا باش ما تبقاش الريحه وتكون الخدمه مكموله. وحنا معاكم، وحنا الصحافه كتجي، حنا الصحافه فاش كتجي كتبغي توصل الخلل، كتبغي توصل الخطا فين كاين، والخطا كيتصلح، لكل خطا صواب. وحنا اصلا حنا الصحافه هاد الاذاعه اللي هي بريس تيتوان كنرحبوا بها في اي ساعه.